وتستضيف جامعات الدول العربية الاجتماع 22 للجنة الإجراءات والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي في منظومة العمل العربي الجمركي المعنية بتبادل المعلومات الإلكترونية لمنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية في القاهرة، ويناقش عددا من الموضوعات المختصة في مقدمتها مشروع الدليل الجمركي العربي الموحد. بمشاركة كويتية انطلق في الجامعة العربية اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية 22 بمشاركة ممثل وفود الدول العربية لمناقشة منظومة العمل العربي الجمركي. المعروف ان احنا عشان نعمل اتحاد جمركي عربي لابد يكون عندنا دليل موحد للاجراءات الجمركيه. الدليل ده كنا انتهينا منه تقريبا، ولكن كان هناك تحفظات من عده دول، هم تحفظين اساسيين يعني. فلما رفع للمجلس الاقتصادي والاجتماع للاعتماد طلب اعادته للجنه الفنيه تاني من اجل العمل على التخلص من هذه او يعني ازاله هذه التحفظات. وخلال الاجتماع بادرت مديرة المكتب الفني بالإدارة العامة للجمارك الكويتية منى الرشيدي بطرح رؤية تهدف إلى دليل الإجراء الجمركي العربي الموحد. العمل من خلال هذه اللجنة للمضي نحو استكمال متطلبات هيئة الاتحاد الجمركي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى. رؤيتنا إحنا كدولة الكويت توحيد الإجراءات وتطويره وميكنة العمل الجمركي، فلما يكون الشيء يعني موحد ووفق مشروع نفس المشروع الدليل والحمد لله اللي تم إنجازه وتم رفع الكثير من التحفظات على مشروع الدليل الجمركي العربي الموحد، وإن شاء الله في صدد اعتماده في الاجتماع القادم لمدراء عامي الجمارك. فاللجنة هذه تنبع أهمية عملها من كونها تعد حلقة وصل مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالإجراءات والمعلومات الجمركية، لا سيما منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية. جميع البنود والرؤى التي تمت مناقشتها في الاجتماع الذي انعقد هنا تهدف في عمومها إلى تيسير وتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية. من داخل جامعة الدول العربية بالقاهرة، أحمد عطاء، تلفزيون دولة الكويت.